نأتي إلى هذا السؤال الذي طرحته الأخت. أولا أنه لها أخت معها 120 جراما أو ما يقارب هذا، 115 أقل في هذا شوية أو كذا، الحدود نعم. يعني، نعم. فالأصل أنه بعد 86 جرام هذا فيه الزكاة، والزكاة لا تعني واحدة مرة في العمر، وإنما في كل عام كلما حال عليه الحول نعم. تعطي زكاته، والزكاة ربع العشر يعني 2.5%. هل تمام، بالضرورة أن تكون الزكاة في هذه الحالة في رمضان أو في غيره؟ نعم، كلما حال الحول. إذا كان الحول في ربيع يكون في ربيع، إذا كان الحول في رمضان يكون في رمضان، لكن استحب الناس إخراجها في رمضان لأن الصدقات والأجور في رمضان أكبر. أجرها نعم، أوفر، لأجر نعم. أو أكبر وكذا، نعم. ولأن الناس في رمضان متطلباتهم تكون أشياء أكثر، فاعتاد الناس هذا الشيء فلا مانع فيه. نعم، أحسنتم. لا مانع. الشق الثاني من تمام، السؤال، السؤال أيضا الثاني. كذلك، هل هو مجمع عليه بين العلماء اللي هو قضية زكاة الذهب، اللي هو نعم. ذهب النساء؟ ذهب النساء نوعين، شيء ملبوس وهذا هو الذي فيه الخلاف، وشيء ليس ملبوس مدخر عندها. وهذا المدخر فيه الإجماع. إجماع العلماء، نعم. أما الملبوس ففيه أقوال للعلماء، فمنهم من يرى أن الملبوس لا زكاة فيه، وعلى هذا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى تغشاه، نعم. ومنهم من يرى أن في الذهب الملبوس زكاة، ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم. ومن العلماء من يقول بالوسط، قول وسط بين هذين القولين، وهو يقول ما كان عموم الشعب يلبسه، عموم من في المنطقة يعني 70% النبي يلبسوا هذا اللبس، فلا زكاة فيه، وما زاد عنه فإنه يكون نوع من المبالغة في الحلي، ففي هذا الزكاة. هذه ثلاثة أقوال في هذا، والأحوط أن يأخذ الإنسان بالزكاة، لأنه جاءت فتاة إلى امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها فتختان من ذهب، نعم. قال النبي أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال حسبك من النار، فخلعتهما وقالت هما لله ولرسوله. ما نعم، شاء الله. حياكم الله.